في تونس العالم هذايا قاعدين نشوفوا في ديز ايفينمون سيباري, نشوفوا في ديز ايليف يسمعوا في حاجه خارقه للعاده, نشوفوا في دي تشالنج, نشوفوا في ديز ايفينمون. دونك باش نحكيو على الموضوع هذايا. ضيوفي اليوم سلمى مباركي ومحمد امين العلويني, اعضاء في ليكيب ميديا الخاصه بالايفينمون نتاع تشومي روبوتس في دورته الثامنه. اهلا بك سلمى. مرحبا. اهلا محمد امين. مرحبا بكم. دونك لا تراديسيون نتاع تشومي روبوتس اللي بدات تحضر من اليوم. دونك خلينا نقولوا ايفينمون مهم على الاخر, ايفينمون عنده اهميه كبيره. عندكم توا خلينا نقولوا 8 سنين وولات اون تراديسيون في الدوره الثامنه ان شاء الله في ابريل الجاي, ولكن التحضيرات بدات من توا, لي زانسكريبسيون بداوا من توا, التحضيرات لي تشالنج بداوا من توا. خليني نحكي معاك تو دابور سلمى, بما انك انت في وسط الحكايه هذه قريبه برشا وبديتوا تحضروا بيان ايفيدامون ليفينمون, كيفاش ترى العالم تاع الروبوتيك في تونس؟ اسكو تونس بلادنا كسوا في ليفاك والا بارابون اوز اندستريال عاطي اهميه سكي روبوتيك في بلادنا؟ والله عالم الروبوتيك في تونس ماشي ويطلع, يعني الكولتور هذيا ماشيه وتزيد في تونس حسب ما نراو, معناتها في ليفاك بارتو في لي زيكول دانجينيور ولات فما دي كومبيتيسيون في الروبوتيك, معناها ما عادش كاين توني روبوتس بركا, ولات باغ اكزومبل في لينيكار في لينيزو في ULT partout on a des compétitions en robotique donc ben hada najmou lihdou li معناتها ça évolue وان افانس ان شاء الله قاعده تاخذ في اهميه كبيره. اكيد باش نمشي معك انت محمد امين, بحال قلت ما نحبش نحكي من بعد اوغوزمون فما شكون بدلك رايك. ميرسي سلمى. دونك اليوم نحكيو على الروبوتيك, قاعدين نشوفوا نحن شفنا في ليزيديسيون اللي فاتوا من توني روبوت انه فما العديد من المشاركين من ليزيكول في تونس, فما حتى صغيرات من ليزيكول ليزيكول بريمير وكل دونك فوالا دي جونيور في تونس اليوم. نجمو نحكيو على ناس مغرومة, ناس فريمون مغرومة انها تصنع حاجات, انها تكون مسيرة للتكنولوجيا اللي صايرة. ولكن هنا حبيت نسألك بارابور اوز اندستريال, قاعدين تشوفوا انت كانت عندك يمكن تجربة اكثر في لي بريباراتيف نتاع توني روبوتس, كيفاش تراو التعامل مع الصناعيين والا شركات بارابور للموضوع هذا؟ بون قاعدين نشوفوا فيهم حاضرين كون حاضرين يجيو لجورجي يحضروا كون دي سبونسور كون دي بارتنير, عاطين قيمة للروبوتيك في تونس, عاطين قيمة للإيفينمون, عاطين قيمة للإفور دي زيتوديون, عاطين قيمة كبيرة. دونك إيزون أن أوي علينا, معناها عاطين عينهم يعني بور لو مومون سي أن ترافاي خلينا نقولوا دوبسيرفاسيون, مازلنا ما بديناش أن أون ركروت دي جون بور جو سي با باش ينتجوا لور بروبر روبو, خاطر قاعدين نشوفوا فما دي روبو في اللي صاروا في لي زيديسيون اللي فايتين اللي نجموا ينفعوا برشا سورتو في بلادنا. قاعدين نشوفوا ريسامون جي كونتاكت avec un jeune tunisien في سوسة في l'école d'ingénieur, voilà l'ISO صنع روبو ينجم يكشف على الالغام, دونك اللي هي حاجه تنجم تكون مهمه برشا في بلادنا في الفتره هذيا. لكن قاعدين تشوفوا فما خلينا نقولوا اهتمام نتاع باساج لاكت نتاع فوالا جو فوز اوبسيرف انتم اللي تصنعوا في الحاجات هذيا, ولكن راني نجم نعاونكم بور كو برودويزيي لي روبو هذوما ولا با انكور. والله مش حاجة كبيرة, فما دي انيشياتيف ياخذوهم لي اندستريال معناها, اما مش حاجة كبيرة. نحن نتمنوا انه يزيدوا اكثر معناها الانتيغي نتاعهم بالدومين هذايا وبالمخترعين نتاعنا اللي قاعدين يطلعوا, دونك لازمهم يزيدوا يتلهوا بهم اكثر ولازمهم يعطيوهم اكثر فرصتهم معناها باش يصنعوا لي الحاجات اللي تجيهم لمخهم, خاطر الروبوتيك لازمها سبونسورين, لازمك فلوس باش تنجم تصنع حاجات. اور احنا باغ اكزومبل لي ايتوديون باغ اكزومبل ما عندناش لي ريسورس سوفيسونت معناها, دونك ماذا بينا ديما شكون ورانا معناها. وبرشا من المشاركين هذوما اللي يربحوا يخرجوا لبرا بوغ دي كومبيتيسيون وحدين اخرين, وفما دي سوسيتي اللي ياخذوهم على عاتقهم ويقعدوا دونك يوصلوهم انهم يحققوا الحلمه نتاعهم. نحن بعد شويه سلمى باش نكملوا نحكي معاك انت وامين على ليديسيون نتاع السنه, فما حاجات جديده تزادت دونك برشا فوالا برشا حاجات جديده تزادت كسوا للصغيرات والا لي جونز اتيديون, باش نحكي وزاده على الانسكريبسيون وقت
وقتاش وقتاش توفى كيفاش الانسان اللي حاب يقدم المشاركه نتاعو في الاديشن هذايا. لكن تو خلينا نمشيو مع الموسيقى نعملو ترتيب مقدم ميكرو زميلتي يماني بن نصر في الاخراج. نحكيو على الروبوتيك في تونس. معايا سلمى مبركي ومحمد امين العلويني اعضاء في ليكيب ميديا نتاع توني روبوتس. دونك هذايا هي لا جورني ناسيونال تونيزيان دو لا روبوتيك اللي هي سي اون جورني سيانتيفيك تكنولوجيك اللي تصير كل عام دونك في الليسات. بدات الدورة الأولى في 2010 وسنة إن شاء الله باش نحتفلوا بالدورة الثامنة هكايا. دونك قولوا لي دونك فما دي تشالنج فما دي كونكور اللي باش يصيروا في أفريل ولكن التحضيرات والتصفيات تكون من توا. تو دابور الناس اللي تسمع فينا سواء عندها ولادها مغرومة بتكي روبوتيك ولا في كلوب تاع روبوتيك في مدارسهم ولا دي انجينيور يقراوا في دي زيكول دانجينيور ينجموا يشاركوا وكيفاش يشاركوا؟ بيان سور ينجموا يشاركوا ينجموا يدخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا توني روبوتس اون لتر ماجوسكول يلقاو لي ليان نتاع معناها لي فورمولير دانسكريبسيون يعمروهم معناتها وفما زاد في السيت نتاعنا توني روبوتس.org دونك فوالا l'inscription en ligne بعد c'est une pré-inscription بعد une tire une confirmation de l'inscription de la part du participant معناها. وبعد فوالا يبدا التشالنج يبدا ويلقاو لي كاتشارج نتاعنا زاد على العصيت توني روبوت. دونك هنا اللي باش يشاركوا في التوني روبوت ثم ان كاتشارج ريسبكتي فيه المعلومات اللازمه اللي لازم يتقيدوا بها بور كريي لور روبو اللي باش يشاركوا في التشالنج. قبيله في في لي كوليس كنا نحكيو انه السنه فما جديد. نحن استانسنا بتوني روبوت جونيور بلي زيكسبوزيسيون بلي تشالنج اتسيتيرا. السنه شنو فما جديد امين؟ أول حاجة جديد حاجة جديدة سنة زدناها الأتليه. حابين سنة ما تنوبات ما يكونش العبيد المغرب بروبوتيك وتقرأ في روبوتيك كهو ما عبيد تحب إنيسياسيون في الروبوتيك تحب على إنيسياسيون. دونك باش نعملو دي كور دو فورماسيون توتونو على عام كامل وآخر معناها آخر الفورماسيون هذوك كل إيكيب تعمل أن بروجي وتو بريزونتي لو جور جي. D'accord. Le jour J, ouais, le jour tu as le 23 avril. Le voilà, tu as le Tuning Robot. D'accord. Donc فما les ateliers هذو معناتها انسان كيما نقولوا احنا بلو ما عنده حتى فكره على الروبوتيك لكن voilà, il n'a jamais gi oui share puis il y a les informations à la page Facebook Tuning Robots. فما حكايه اخرى زاد سلمى تخص الصغيرات. Voilà, Tuning Robots Junior, voilà. Elle vise la tranche d'âge de 7 à 17 ans, donc les collégiens, les lycéens, les liaqraf, le primaire, de 7 à 17 ans. Voilà, donc, le thème est Pokémon, inspiré du succès de Pokémon Go, voilà. Donc, une femme a trois grandes parties, fait la compétition, fait Tuning Robots Junior, le concours, fait challenge 4 heures, ou faire exposition avec Zeda Hajajdida. On est marqué dans trois grandes parties. Voilà, donc concernant l'exposition SNE, ولات عندها تيم مش كيما العاده. وسنه لي بروجي اللي باش نقدم يكونوا تابعين كوميونيتي سيرفيس معناها لي روبو اللي ينفعوا في السوسيتي. واضح. وتيم السنه نتاع توني روبوتس سلمى شنو باش يكون؟ عندنا لو كونكور توني روبوتس كاب. سنه تيم اسمه سرفايفل لا سيرفي دو بلو فور معناها دون دي كونديسيون ديفافورابل كيفاش انت تعمل معناها ان روبو ينجم يعيش في غابه باغ اكزومبل il fait la chasse par exemple il cherche un trésor il معناها يدخل في combat مع الادفيرسير نتاعو. Voilà, dans ce sens-là, Marnetta, inspiré من, par exemple, The Hunger Games, ou la série Lost, ou la. Voilà. Donc, voilà, le Mawad Bishikou, Inch'Allah, fi avril, quand il est le 23. Le 23 avril. Le 23 avril 2017, où le Mouchirket, Tnejmo, Tradmo Beha, mais c'était ma finale à www.tunirobots.org. Haka? Exactement. Voilà, un page Facebook. L'inscription, tout ça, que le 14 janvier. Donc, Mzélo. Voilà. Donc, Mzélo.
نقولوا نحن 3 سمان هكيك تقريبا باش تقايدوا الناس اللي تحب تقايد في الكونكور هذايا. ميرسي بوكو سلمى مباركي عضو في ليكيب ميديا توني روبوتس 17 محمد امين علويني ميرسي بوكو شكرا شرفتونا ميرسي ليك انت نادي يعيشك. نحن وصلنا للنهايه.